السلام عليكم، معكم دكتور العسري، الطبيب الرئيسي للمستشفى الصحي روشنوار. مهم، مرحبا بكم. شويه على اللي كان، ولكن كاين الاقبال، كاين الاقبال. اللي عنده بتحب الدوزيام دوز اللي عنده رونديفو تيجي، ودابا ولا عاود الاقبال، واخا شويه كان ديال الجرعه الاولى، دابا الحمد لله عاوتاني بدا تيدير. بداو الناس كيتكاثر، بداو كيجيو. قبل ما كنجلبوا لهم ولا بدا كنعبروا لهم لاطونسيون، ولا بدا تنديروا واحد اون انتروغاتوار بلوز ابروفوندي باش نشوفوا واش كان عنده شي اليرجي، حيت كاينين دي اليرجي كي كونتخ انديك فورميل الفاكسان، بحال المهم بحال لودم دو كويك، بحال واحد النوع ديال الاليرجي، هذوك ما كنجلبوش لهم، ما تيجلب حتى كان حتى كنديروا معاه، حتى كنستجوبوهم، ماشي كنجيو يديروها كلشي. علاش ما كاينش شي فرق؟ كلشي يديرها، وبالاخص يديروها اللي عندهم الامراض المزمنه، زعما يديروها في الصالح ديالهم. اللي كان لي كونتر انديكاسيون هي اللي كانت عنده مثلا كوفيد قل من شهر، هذاك ما يمكنش يديرها حتى يفوت داك الشهر ديالو. واللي قلت لك كما قلت لك قبيله، اللي عنده الحساسيه المفرطه، اللي عنده الحساسيه المفرطه بحال لو ديم دو كويك، هذاك ما نقدروش نديروها له، فهمتي؟ كنخافوا لا يكون شي مضاعفات كثيره ولا هذا ما كان معلوم، ولا بدا يجي للمركز. وفي قلت لك فاش كنديروا معاه دوك لانتروغاتوار، تما تنعرفوا، تما كنستنتجوا بانه عنده هذاك الاليرجي، باش كنقدروا نكتبوا ليه ما خصوش يديرها ان كونتر انديكاسيون للفاكسان، فهمتي؟ حيت من بعد هذيك تتمشي للسيزي باش فهمتي، الا بغى ياخذ هذيك الورقه ديالته تتكون مكتوبه عنده بان عنده الحساسيه ديال اللي كتمنع عليه باش يتلقح. شي اللي كاين، انايا جيت المركز الصحي هذه الثاني مره، لا بروميير فوا درت مون بروميي فاكسان سيتي لو موا ديرني، و دابا سي مون دوزيام فاكسان، كلشي داز مزيان بخير وعلى خير الحمد لله. سيغت كاينين تيجيهم دي زيفي سكوندار، كاينين ما تيجيهمش، بور لي زيفي سكوندار عاديين، بوتيت فيبر، شويه تصخفه، شويه يدك تضرك، عادي بحال لي بيبي تنديرو ليهم لي فاكسان، تمر تتشدهم سخانة عادي، وصافي دابا سي مون دوزيام فاكسان، وأنا دوزتو غادي يمشي عادي الحمد لله. ما عندهمش علاش يخافوا، بالعكس سي ان فاكسان، اون ابيل ان فاكسان سي بور كي بروتيج لا بروميير دي شوز، إلا كانوا غيخافوا به بلا ما يولدوا بلا ما يديروه لولادهم، حقاش هذا كتسمى فاكسان. حنا حاجة تنبقاو نسمعوها وتنبقاو نقولوا هذا قال هذا قال هذا قال، وهو راه بحال بحال، راه كلشي تيديرو، والحمد لله بعدا مني عندنا. C'est le plus important. Ouais.